يعني في هذه اللحظة ربما يبدو لنا في الكاميرا، لا أدري إن كان الزميل مصطفى باستطاعته أن ينقل الكاميرا إلى الزاوية الأخرى، أعداد كبيرة من المواطنين بدأت بالوصول إلى هذه المدينة. هؤلاء جاءوا من أجل يعني هم يعني جاءوا منذ بعض الوقت من أجل القول بأنهم يريدون العودة إلى هذه المدينة، إلى مدينتهم، بغض النظر عن الأجواء، بغض النظر عن الدمار الحاصل فيها حاليا. أيضا هناك عدد من الأشخاص التابعين للحكومة السورية المعنيين بموضوع إعادة الإعمار وصلوا منذ بعض الوقت أيضا إلى مدينة القصير في إطار المساعي من أجل محاولة إعادة الأمور. بطبيعة الحال يعني سيأخذ الأمر سيأخذ بعض الوقت، لكن يبدو أن الحكومة السورية جدية جدا في إعادة هذه المدينة إلى وضعها السابق، إعادة الإعمار، ترميم، إعادة وصل الكهرباء، المياه، كل هذه التفاصيل. عندما نرى هذه الجموع أعداد كبيرة من الأشخاص، ربما لو زميل مصطفى يرينا أيضا من الجهة الأخرى الأعداد، عدد الأشخاص الذين يصلوا الآن، كأنها تظاهرة تصل في هذه اللحظة إلى القصير. هؤلاء يريدون القول بأنهم مع الدولة السورية وأنهم يريدون العودة إلى 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 بلدتهم، علي، إلى مدينتهم. علي لو سمحت، بغض النظر قد لا نعم علي، هل من الممكن أن يعني تأخذ استطلاعات للرأي الآن من شخص أو شخصين؟ سنحاول أن نأخذ استصراحات رأي مع أحد الذين يأتون. لو سمحت، السلام عليكم. السلام. ماذا جئتم تقولون اليوم؟ جئنا نقول مبروك للجيش العربي السوري، مبروك لسوريا النصر الكبير بالانتصار على هؤلاء الخونة، على هؤلاء. هل أنتم من القصير؟ لا، نحن من مدينة حمص. ماذا جئتم ما تفعلون اليوم؟ جئنا نشاهد الدمار والخراب الذي خربه ودبره المسلحون بهذه المدينة الواضعة، المدينة الخضراء. جئنا لنقبل التراب الذي حرره أبطالنا، أبطال بواسلنا، قواتنا المسلحة الباسلة، أبطال سوريا المقاومة، سوريا الصامدة، سوريا العربية. نعم، جئنا هنا كعمال لنقبل التراب الذي دنسه وحرره قواتنا المسلحة من هؤلاء المرتزقة والعملاء. شكرا. إذن يعني هذه بعض الأصوات التي سمعناها. بطبيعة الحال يبدو أن هذه المجموعة كما علمنا الآن أنها أتت من مدينة حمص لتطلع على الوضع على الأرض. أيضا كنا منذ بعض الوقت قد أجرينا استصراحات مع عدد من العائلات التي جاءت هنا تحديدا من المنطقة الحي الشرقي في مدينة القصير. أيضا جاءوا إلى هنا من أجل الاطمئنان على وضع بيوتهم التي وجدوها بأنها قد دمرت بشكل أو بآخر، لكنهم قالوا لنا بأنهم سيعودون عما قريب للسكن فيها. طبعا يعني الحال اليوم هنا يعني تعكسه الصورة هنا. نعم، في القصير ربما تظهر كما يبدو في الصورة، هناك دمار كبير، هناك أعداد كبيرة من أهالي هذه المدينة ليسوا فيها، بغض النظر عن انتماءاتهم، بغض النظر عن ولاءاتهم السياسية، لكن في نهاية المطاف هذه مدينتهم التي ربما سيعودون إليها، لأن في نهاية المطاف انتماؤهم لهذه المدينة، انتماؤهم في نهاية المطاف لسوريا، بغض النظر كما قلنا عن الولاءات السياسية. علي، أنت أين الآن تحديدا؟ يعني ما اسم المنطقة؟ نرى خلفك كنيسة على ما أعتقد. نعم بالضبط، نحن الآن في أمام الكنيسة كنيسة القصير، وهي طبعا قريبة إلى المنطقة التي تقع فيها ساحة الساعة. هل نستطيع أن نستمع إلى هذه الهتافات لو سمحت؟ نعم علي، لو تكمل لنا. نعم فتون، يعني نحن يعني نستمع الى شعارات تؤيد
الرئيس السوري بشار الأسد هنا في القصر، ما يشبه تظاهر الآن. نعم. لكن على كل الأحوال كما كنا نتحدث عن المدينة وعن الأوضاع التي تعيشها المدينة، كما كنت تقولي نعم هنا تقع هذه الكنيسة، هي كنيسة يعني في الحي الذي تسكنه أكثرية من المسيحيين في مدينة القصير. طبعا هي مدينة فيها تعدد طائفي كما هي سوريا بشكل عام، فالجميع الآن في هذا الحي تحديدا عندما جاءوا إلى هذا الحي للإطمئنان على منازلهم قالوا لنا بأنهم ينوون العودة، لكن بطبيعة الحال عندما يعاد ترميم المنازل وتعاد الأمور إلى طبيعتها. اليوم أيضا كنا في جولة لدى وصولنا إلى القصير، ذهبنا إلى الأماكن التي كانت تعتبر مراكز تجمع لمسلحي المعارضة، إحداها كانت مدرسة غسان إدريس المهنية. يعني طلعنا على الوضع فيها وعلى الأماكن التي كانت تتخذ كيعني ملاجئ أو أماكن للمبيت. يعني مدينة كانت بشكل أو بآخر يعني فيها أماكن كثيرة تعتبر كسكنات، ويعني بنهاية هذه المعركة الآن انتهى هذا التواجد المسلح للمعارضة هنا، وانتقل الأمر لسيطرة كاملة للقوات الحكومية التي يعني الآن يعني كما هل من جديد حول الوضع إلى ما كانت عليه الميداني سقوط المدينة بيد المعارضة؟ نعم، هل من جديد علي حول الوضع الميداني؟ يعني المعارضة المسلحة انتقلت إلى الضبعة وإلى البويضة، هل من جديد حول هذا الموضوع؟ هل من اشتباكات جديدة؟ على ما يبدو فقدنا الاتصال مع علي هاشم. على كل حال نشكر الزميل علي هاشم وفد الميادين إلى القصير، ونعود إلى سياقنا الإخباري.